مرحبا، أنا تالا أخصائية تغذية من جول جيم عبدون. كثير منكم بتسأل ليش عضلات المعدة كثير صعب تطلع رغم التمرين المستمر. العامل مش الكل بيعرفه إنه التغذية لها كثير دور أساسي ببروز عضلات المعدة. الأشياء اللي لازم نبعد عنها السكريات، الحلو، الخبز الأبيض، الرز، ونركز على النشويات المعقدة الموجودة بالألياف مثل الخضار، الفواكه، الشوفان. وهلأ رح يكون معنا الكوتش محمود يفرجينا بعض التمارين اللي رح تقوي عضلات المعدة. نبلش بأول تمرين اللي هو A B C، تمام؟ تمرين A بشكل عام رجلي بهذا الشكل نايم، يدي ممدودات بهذا الشكل، بدي أطلع لهم ويوصلوا لعند مركز الركبة من هون. 30 تكرار بيعمل منه، بعمل منه 3 جولات أو أكثر، والأحسن إني أزيد منه، تمام؟ تمرين كالآتي: 1 بنزل، 2 بنزل، 3 بنزل. طبعا هذا التمرين بشكل عام للأبر أبس، للمنطقة العلوية لعضلات البطن، أوكي؟ التمرين الثاني بنفس الشيء، نفس الوضعية ونفس الحركة، بس بدي أبدل إيدي، بدل ما هم فوق أنزلهم تحت، أوصل أصابعي أو رؤوس أصابعي بالأصح لعند الكعب، برجع رجلي بطلع مثل هيك. 1 2 3 4 بهذا الشكل، برضو نفس الشيء، هذا الحكي 30 ريبس. تمرين اللي هو سي نفس الشيء، نفس الوضعية، ايد اليمين راح تلمس كعب رجلي الشمال بهذا الشكل. 1 برجع، 2 برجع، 3. التمرين الثاني اللي هو الكرانشز، وانا نايم بدون اي تولز ولا اي اداء، تمام؟ التمرين راح اعمله هو سهل، وفي بعض الناس بتصعبوا منه، وهدول التمارين كلهم كويسين للبيجنرز بشكل عام. التمرين كالاتي: ايدي هون، تمام؟ مع رجلي بطلع ركبتي او رجلي بطلعها، بخليها تلتقي مع الكوع تبعي وبنزل، وعكس نفس الشيء، ايدي اليمين مع رجلي الشمال، توازي: 1 2 3 4 5 6. نفس الشيء. في تمرين ثاني كمان اللي هو ايدي رجلي ممدودات هذا الشكل، بطلع 1 2. التمرين الاخر باختصار اللي هو تمرين البلانك. في ناس كتير منا بيعملوه مش بأداء صحيح ولا بتكنيك صح. التكنيك الصح بشكل عام للبلانك اللي هو بهذا الشكل: الهيب عندي طالع شوي، بخلي كل وزني على رؤوس أصابع رجلي وعلى كوعي، نفس الوقت بشد على معدتي عن طريق أنزل الهيب، بشكل عام أرفع عضلات بطني. 1 2 3 4 وبعد 10 سكند. هاي بعض التمارين اللي تزبط للبيجنرز. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله يكون استفدتوا.